فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أعظم ما عصي الله به؟ الشرك أعظم ما عصي الله به، الشرك. ولذلك أول ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله به التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، أعظم واجب وأول واجب التوحيد، وأعظم ما حرم الله الشرك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.